حتى قشور الموز يتم تجفيفها لتدخينها. البنان في القشرة يقشر الحبة يبقى القشر ديالها يجبد السيول الخيوطة الرقاق هذوك اللي في القشرة نجبدوا ذيك الخيوطة. القشرة فيها بالك 12 خيط قشرة فيها 12 يجبدهم يبسهم ومن بعد يطحنهم بيديه ويكسل يدير قارو وصال ما يتكيف. هذيك ثاني يطير طيره شينه ثاني. السيول دوك ما ينجمش يخرج لنا كاع، يخرج كي تكون يابس هذا القشره كومبليت يابس في السمش تيبس مليح نجمو نقولوا واحد نص ساعه ربع ساعه. هذا القشرة هذه تاليا هذه راك تشوف فيها هذه هنا راه يتخرج قريب 20 قارو قريب باكي تاع الدخان. هنا تخدموا بها يخدم بها كاع خاطش كي تيبس هذه السيول هذوك الخيوطة وحدهم يولوا يبانوا يصفاروا وهي تبقى خضراء شغل للداخل ابان. من أقوى أنواع المخدرات وأغلاها نجد الكوكايين التي تستلزم لتحضيرها إمكانيات ضخمة في مخابر متطورة، لكن في الجزائر مصائب قوم عند قوم فوائد، فمروجو المخدرات وجدوا في إدمان الشباب فرصة سانحة لملء جيوبهم بتسويق مواد قاتلة تشبه الكوكايين يتم جمعها من بعض النفايات. هذا النيو كاين اللي راهم يقولوا ليكسترا اسمها هادي عيطوا لها ليكسترا. ليكسترا هذه تروح لواحد اللي جامي شم رانا خرجناها كي فارينا. دوك شوف ما بين هذه وهذه، هذه برومي شوا وهذه دوزيام. علاه هذه دوك هو كيشمها يشمها بالبيبا تويوات هذو يشم من الخلعة تاعو اللي جامي خلطو من يولي يجبد بالخوف. هو كي يجبد نفسه صحيحة راهي طاطا كيلو لوفان داخل العرق تاع نيفو يعطيك الصحة. ما اللي هو فراجيل تعطيه تثقبولو وشنو اللي يثقبو ماشي بودرة السجاج. ها هو الراه هاك تسمع اسمع ها هذه للجرام دير 400 400000 4000 دينار يعطيك الصحة 400 تما يشرونيهم ب 10000 ولا 15000 اون بليس محروق ويبيعوه ب 4000 دينار. نو ماشي هكاك اني هو نهضوا حنا محسوب على السعر تاعو الفايدة وكذا. هو عنده بالبزاف الفايدة بيسك عليه النيو ما يشريهش. النيو لو كان يشريه ب 11000 ولا ب 12000 شغل خاسر في لافير. بصح هو واش يدير حاشاكم وحاشا قدرك حاشا قدرك يبعث دريرية صغار يقول لهم هاكم 2000 فرانك دبروا لي نيون مرميين في الزبل. هو واش يدير يدي في صاشي يفتشو ويهبط كيما راني نستعمل هنا. بصح هو يخرج له المحروق يخرج بالك واحد 10 غرامات بودرة في دو نيون
مليون تخرج منه واحد 10 غرامات حسين مليون واحد 10 غرامات 10 غرامات 4 ملايين وحسن مليون محروق مربي باطل يجيبوا باطل من الزبل اسمع حاجة إيه؟ من الفضلات من يدخل 4 ملايين بارك الله فيك كيف يديرها هذيك يرفد من غرفة يديرها في الشكارة تاع الكاوكاو ويغلق الشكارة تاع الكاوكاو ويغلقها بالسكوتش السكوتش تاع الرولو او كبير صغير كذا المهم سكوتش بيض السكوتش في فمه كي تجي تدشني واش تصيب تصيب بارك الله فيك تيكي هذاك الاحمر واش فيه كي تغزر فيه انت مليح تلقى واحد النيميرو تسيري يقلعوه نقلعوه بالمقص هكذا ونغلقوا به الشكاره دوك انا كي نقول له 1500 ولا زوج ملايين يحطها علاه هو يشري تيكي ما يشريش البودره هو يشري لا غارونتي قال خويا ها هو دوك يروح لصحابه يولي يدشن قدامهم يولي يحل في السكوتش هذاك وهذه اللي شفناها دركا اللي اسمها زعما ليكسترا شكون اللي كونسوميوها بزاف اللي جان عباد كبار كاين البنات كاين دي زويتون كاين دي زناف كاين il y a des inventions nouvelles qui m'a dit اختراعات جديده في هذا الميدان دونك ما نقدر نقول لك الحاجه اللي تخرج عن الميدان الطبيعي تولي فريمون سي كيك شوز كي دوفيان دانجورو كون بو بلو ميتريزي